الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. امين كل عام وانتم بخير ان شاء الله. صحه عيدكم خونا العزيز، كل عام وانتم بخير. غفر الله لنا ولكم ان شاء الله. صحه عيدكم لاباس بخير الحمد لله. صحه عيدكم كل عام وانتم بخير. جارت العادة أنه يتم الالتفات لبعض خلينا نقول المصالح والإدارات المهمة في الجزائر، كالشرطة والجمارك اللي نحيوهم بالمناسبة، ومختلف الأسلاك الأمنية والحماية المدنية وكذا. لكن كاين كذلك ناس أخرين يداوموا ويضمنوا توفير الخدمة أج 24، ودورهم مهم وفي بعض الأحيان لا يقل أهمية عن حماية الحدود. هذو ثاني كيحميوا البلد من المعلومات الخاطئة والمغرضة إلى آخره إلى آخره. فلذلك اليوم كنا كنا خيرنا مجموعة من الفئات، مجموعة الفئة اللي يأمنوا لنا الطاقة داخل البلاد وخارج البلاد، باش اقتصاد البلاد ما يتوقفش وباش حياتنا ما تتوقفش. والفئة الثانية هي مجموعة حراس الكلمة خليني نسميهم، اللي الصحفيين سواء في القطاع العام سواء في القطاع الخاص، اللي هذا خلونا نعيشوا هذا الـ هذا الـ هذا العيد وحنا في إرياحية، المعلومة عندنا، الأخبار موجودة، نقدروا نتفرجوا على التلفزيون آلاز في ديارنا ونكونوا مستمتعين بقضاء العطلة هذه مع ولادنا. فقلنا نلتفتوا حنا لهذا الفئة. ولا بياس أكبر جند خفاء في هذو ما قاعدتك، لأنها ماهيش وسيلة شعبية، هي وسيلة رسمية ومصدر للمعلومة، سيك الاحترافيين والمهنيين اللي يأخذوا منها كثير المعلومة، ماهيش للمواطن بشكل مباشر، لكن المهنيين جرائد كذا كل وسائل الإعلام يأخذوها ويتمنوا. فلذلك اليوم كنا مصرين باش نعقبوا من هذا الصرح الإعلامي ومن هذه المؤسسة باش نسلموا على المناوبين اللي راهم موجودين.